دامت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من هذه المباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. سبوتيفاي كامب نو، أجواء لا مثيل لها. وركلة البداية، كريستنسن، غوندوغان وصلت إليه، يلعبها طولية، يلعبها لفران، سجلوها في الشباك. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مبكر جدا يشعل هذه المباراة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. غراي، كريستنسن، غراي، غراي يمر، والعرضية قد تكون هاد، والتسديد تلعب كرة جميلة. يا لها من بداية مرعبة، وتقدم بهدفين نظيفين في أول الدقائق بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. غراي، كريستنسن، تغيير جميل للعب. سيرجيو روبرتو، ساديو ماني، تمريرة بينية تبدو خطيرة، كرة طولية من الحارس عبد الله مادو، ماني، محاولة من جهة اليسار، استلام جميل الكرة، كرة جميلة، فرصة للتسديد، الكرة ملعوبة من مسافة، فيران توريس، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. غراي، كريستنسن، غراي، كريستنسن، غراي، بيدري، فيران توريس، خيبري يحاول تمريرها من بين المدافعين. غراي،
بدري. غوندوغان يحاول بكرة من ناحية الركنية. هنا كرة عرضية. توليسكا لمسة بينية، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه تاليسكا. فوفانا يسدد في اتجاه المرمى من مسافة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يمر ويلعب كرة بينية، يحاول كريستيانو رونالدو تسديده في اتجاه المرمى. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. فوفانا، بروزوفيتش، الله، ساديو ماني، والهدف يأتي. كانت في غاية الروعة. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. غوندوغان، بيدري، سيرجي روبرتو، فيران توريس، عرضي ليفاندوفسكي، كرة بعيدة عن المرمى. يحاول أن يلعب كرة بينية، يرفعها داخل 18، لم ينجح في تحويلها داخل المرمى. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. على الطاير، كرة خطيرة ضاعت بجوار القاعدة الأيسر. يفقد توازنه. بروزوفيتش، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. ليفاندوفسكي يهرب في الجهة اليمنى، لمن هذه الكرة يا ترى؟ أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ توليسكا، فوفانا، هجمة مرتدة الآن، تلعب الكرة إلى الأمام، يتحرك لوحده، يهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يرسلها إلى منطقة الجزاء، تعود الكرة إليه مرة أخرى. صافرات نهاية الشوط الأول. توليسكا
مستهدف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. النصر السعودي لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانه بعد، ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. كريستيانو، الله مارواك، لعبة في منتهى الروعة، هدف النصر السعودي، سجلوا هدف التعادل الآن. يا إلهي، مثل هذه الكرات اللي يمكن أن تقول عنها بوم. التعادل لا يزال مستمر. كوندي، غوندوغان، إيدري يلعب كرة بينية، تحرك جميل، كريستيانو رونالدو يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول أن يلعب كرة بينية، يقطع الكرة، كريستيانو رونالدو يمر يلعب كرة بينية في تاليسكا، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواني بسيطة. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. سيرجي روبرتو، كوندي، ديونغ، غوندوغان، بينية تمر، خيبري، كريستيانو رونالدو، تاليسكا، لمسة بينية، قطع مسافة كبيرة بالكرة، روزوفيتش، ساديو ماني يحاول تمريرها من بين، كريستيانو رونالدو في أفضل مكان لكن النهاية لم تكن ناجحة. ليفاندوفسكي يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. ركنية قصيرة. مرت الكرة بشكل جميل. لعبة جميلة تزيد أجمل. ساديو ماني يحاول تمريرها من بين المدافعين. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. أليكس تيليز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. تاليسكا يمر ويلعب كرة بينية، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يبحث عن المهاجم، روزوفيتش، عبد الله مادو، خيبري، تاليسكا يلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية داخل، ساديو ماني وتسلل آخر.
برشلونة يبحث عن حل من دكة البدلاء، الدفع بلاعبين في وقت واحد، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يسيطر على الكرة. كرة طويلة للأمام، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو، لعبة رائعة داخل منطقة. خلص الكرة ونجح في إبعادها. غوندوغان، كريستنسن، غراي، عثمان ديمبلي، لمسة بينية، تسديدة من المنصب، والكرة في الشباك. سجل الهدف قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. بلا رقابة وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. ولديهم تقدم بهدف وحيد. كرة طويلة إلى الأمام، يقطع الكرة، موجود إبعاد الكرة. كريستنسن، غوندوغان، كوندي، غوندوغان، يلعبها طويلة، أليكس تيليز، يجب أن يكون أكثر سرعة في اللعب، محاولة للتدارك في الوقت الأخير، فوفانا، ماني يحاول أن يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو، محاولة جيدة لكن هدف ضيع الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. أليكس تيريز، روزوفيتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يمر ويلعب كرة بينية، فوفانا، تمريرة بينية وينجح في استعادة الكرة سريعا، لا يمكن إهدارها، ركنية تأتي في آخر اللحظات. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، كرة إلى الأمام، انتهى كل شيء مع صافرة النهاية، يوم للنسيان. اقتربوا كثيرا في عديد من المرات، لم يكتب لهم الفوز، كما يقال كرة أهداف لم